واقع بسيط، أن هذه الجمعية العامة هي هامة لمواجهة المخاطر والحصول على الفرص في عالمنا. الإجراءات المشتركة، هذه هي وعود الأمم المتحدة. تقريبا منذ 70 عام هذه المنظمة تم إنشاؤها من قبل مجموعة من البلدان اتحدت حتى تشكل المستقبل، واليوم نحن ما زلنا نحتاج كل دولة عضو أن تتصرف وتتعاون معنا وتتعاون مع جيرانها حتى تجعل العالم أمن. فإذا لم نعمل، ما هو الأمل الذي سيبقى لنا؟ ما هو شكل مستقبلنا إذا استمر ملايين الشباب في أن يحرموا من التكنولوجيا والطعام والرفاهة؟ هل نستطيع أن نتحمل أم نقوم بالشيء الصحيح بأن ندعم القوة والعلم وأن ندفع الاقتصاد للتقدم من أجل نمو عالمي عادل؟ تطلب تكاتفا دوليا، فكيف يمكننا أن نبرر التأخر في التعامل مع هذه الأزمة؟ دعونا نسأل أنفسنا، لماذا ونحن في القرن 21 ما تزال الأزمات تتسبب في نزوح الملايين من البشر؟ اقتصاد الدول إلى الأمام من خلال تحقيق النمو العادل والشامل في العالم. كيف سيبدو عالمنا إن لم نعمل معا من أجل بيئة صحية وآمنة؟ فالبلدان التي تعاني من شح المياه كالأردن تدرك مخاطر تغير المناخ، والأزمة العالمية كهذه تتطلب تكاتفا دوليا، فكيف يمكننا أن نبرر التأخر في العمل؟ فلنسأل أنفسنا، لماذا ونحن في القرن 21 لا تزال الأزمات تتسبب في نزوح الملايين من البشر من حول العالم؟ نشهد اليوم في جميع بقاع العالم أكبر عدد من حالات النزوح القسري واللجوء منذ الحرب العالمية الثانية. كيف سيبدو عالمنا غدا إن لم نساهم في إنهاء هذه الأزمات ونمنح اللاجئين ومستضيفيهم على حد سواء الدعم الذي يحتاجون إليه لمواجهة المستقبل؟ وكيف يعقل في يومنا هذا أن يكون هناك من يهان ويقع ضحية بسبب عقيدته؟ فالفظائع التي ارتكبت في المساجد والكنائس والمعابد قد هزت ضمير الإنسان، وعليها أيضا أن تهز الأفكار الإجرامية الظلامية من مختلف الإيديولوجيات التي تدفع إلى ارتكاب هذه الهجمات وغيرها. نحتاج إلى العمل الجاد من قبلنا جميعا لهزيمة الجماعات التي تدعو رسالتها إلى الكراهية وزعزعة الثقة، ولكن لن تتكلل هذه الجهود بالنجاح ما لم يكن للشباب والشابات في كل مكان مصلحة ودور في مستقبل إيجابي. فقوى العنف تستقطب الضعفاء وأولئك الذين تم إقصاؤهم. هل يمكننا أن نتخلى عن شباب العالم ونتركهم عرضة ولقمة سائغة في فم التطرف واليأس؟ أصدقائي، للعمل الجماعي دور أساسي في إنهاء الأزمات والصراعات المريرة، ولم تتسبب أي أزمة بأضرار عالمية أكثر من الصراع المركزي في منطقة، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فلم يحقق أي من الجانبين السلام الدائم الذي يرتكز عليه المستقبل الآمن، وسيبقى الاستقرار الإقليمي والعالمي يدفع ثمن ذلك. إنها لمفارقة صادمة أن تكون الأراضي المقدسة مهد الأديان الثلاثة التي تشترك في وصية حب الجار العظيمة مكانا للصراع. هذه الأرض هي مسرى الأنباء، هي الأرض التي سعى فيها أجيال من المسلمين والمسيحيين واليهود إلى العيش في طاعة الله وتعليم أطفالهم التسامح والرحمة واحترام الآخرين.
فهذه الأرض المقدسة ليست مكاناً للفصل العنصري والنزوح القسري والعنف وانعدام الثقة. قبل 40 عاماً في هذه القاعة وقف والدي جلالة المغفور له الملك حسين الذي كان محباً للسلام وشجب الاحتلال في هذه القاعة وشجب أي محاولة لشطب عشرات القرون من التاريخ والتراث والرموز الروحية والحضارية والأخلاقية من عقل العالم وتاريخه. إن استمرار الاحتلال إلى يومنا هذا مأساة أخلاقية وعالمية، فلا يمكن لاحتلال أو نزوح أو إجراءات تتخذ بالقوة أن تمحو تاريخ شعب أو آماله أو حقوقه أو أن تغير الإرث الحقيقي للقيم المشتركة بين أتباع الديانات السماوية الثلاث. وما من شيء يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الدولية بالمساواة والعدالة وتحقيق المصير. My friends, young people. أصدقائي، يسألني الشباب، لماذا لا يقف العالم إلى جانب حقوق الفلسطينيين؟ ألم يحن الوقت للإجابة على سؤالهم لنريهم أن العدالة الدولية وحقوق الإنسان تشملهم أيضا؟ إن ذلك يبدأ باحترام الأماكن المقدسة ورفض كل المحاولات لتغيير الوضع القانوني للقدس الشرقية والهوية التاريخية الأصلية للمدينة المقدسة. ما الدروس التي نعلمها للشباب عندما يرون قوات مسلحة تدخل المسجد الأقصى الحرم الشريف والمسلمون مجتمعون للصلاة؟ بصفتي صاحب الوصاية الهاشمية فأنني ملتزم بواجب خاص لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولكننا جميعا معنيون وملزمون أخلاقيا بحماية الحريات الدينية وحقوق الإنسان. لذا دعونا نحفظ المدينة المقدسة لسائر البشرية كمدينة تجمعنا وكرمز للسلام. علينا أن نعمل أيضا لإنهاء الصراع والوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل من خلال تحقيق حل الدولتين، وهو الحل وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الذي ينهي الصراع ويفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وذات السيادة على خطوط 4 من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. حل الدولتين هو الحل الحقيقي الوحيد، فما البديل عنه؟ دولة واحدة تمارس سياسة الفصل العنصري بقوانين غير متساوية وتعتمد على القوة، وبالتالي تخون أهم قيم الساعين نحو السلام من كلا الطرفين. هذه وصفة للصراع المستمر وليست السبيل نحو الأمن والاستقرار والسلام. أصدقائي، التسامح والتعاطف والمساواة بين جميع البشر هي القيم التي تجعل الوئام العالمي والعمل المشترك ممكنين، وهذه هي القيم ذاتها التي أنشئ على أساسها ميثاق الأمم المتحدة، أن نعيش معا بسلام ونلتزم بحسن الجوار وأن نحترم حقوق الجميع والمساواة بينهم، وأن نجمع جهودنا ونوحد قوانا للحفاظ على الأمن والسلام ولتحسين حياة الناس من خلال العدالة والازدهار وتوفير الأمل للبشرية. هذه هي الواجبات الأخلاقية التي حددها مؤسسو الأمم المتحدة، وهي الآن مسؤولية تقع على عاتقنا، وعلينا ألا نفشل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.